طيب لما نيجي نتكلم عن ملف الالعاب الاخرى اكيد لازم نرحب بضيفتنا العزيزه جدا الاستاذه دعاء بدر نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو رئيس تحرير موقع ايه بقى؟ موقع تتويج. تتويج ده جديد تتويج ده تتويج نيوز ثلاث سنين صح كده؟ بس انا سعيده لان حضرتك استاذه دعاء طبعا صباح الخير في البدايه. صباح النور عليك. لكن عندك خبرة وملمة جدا بالألعاب الأخرى، أنا ما أعرفش إيه سر حبك طبعا بملف حضرتك مختصة فيه، بس فعلا معلومات كتيرة ومهمة في الفترة اللي إحنا فيها، كلنا بنتكلم عن استعدادات دلوقتي طبعا يعني أولمبياد باريس، فصباح الهنا عليكي ومنتظرين بقى كل زي ما اتقال كده الكواليس. صباح الكل عليك، تعالي نبتدي بالتفصيلة دي، فكرة حبك يعني بل وشغفك بالرياضات الأخرى. هو شغف حقيقي. شغف ده بقى جه إزاي وبناء على إيه؟ هو من بداية شغلي الحقيقة، أنا في بداية شغلي في 99 بالظبط، كان عندي يعني يمكن عشان كنت انا بلعب رياضه لا حاجات كتير يعني، كنت في الاساس كره سله، كنت بلعب كره سله ولعبت كذا حاجه يعني، لعبت بينج بونج، لعبت يعني في كذا حاجه كده لعبتهم غير لعبت مظلات لا باراشوتينج ايوه هي وصلت للمظلات انا نطيت بالطياره ايوه ما اعرفش ازاي يعني دي لازم يتوقف عندها شويه يعني مش غريبه حبتين كان وقتها يعني كان في الوقت ده كنت في نادي الشمس، فنادي الشمس كان من اوائل الانديه اللي كان فيها دورات للمظلات، كانت تبع القوات المسلحه طبعا بطبيعه الحال. فالحقيقه في حد من اصحابي راح وقعد يقول لي تعالي ونجرب ومش عارف ايه فجربت بصراحه، كانت اكسبيرينس مختلفه تماما يعني أكيد. حاجه عارف عملوها مره في منتدى شباب العالم اخر واحد رحناه في شرم الشيخ، كانوا عاملين اللي عايز من الاعلاميين في بعد نهايه المنتدى يشارك يعني سكاي دايفنج، كتبت اسمي بس ما روحتش يعني انا بصراحه كنت حريصه على كتابه اسمي ايوه دي حاجه مهم النيه على فكره هي تخوف جدا يعني هي عايزه بس تعمليها فعلا انا ممكن اعملها ممكن اعملها اوقات الواحد عايزة ما اعرفش يعني انا بالنسبه لي دلوقتي صعب اعملها لكن وقتها الواحد كانت الفكره الاكسبيرينس نفسها حاجه يعني محدش بيعملها، فكره ان الواحد ياخد القرار بنفسه كده وينط من الطياره الادرينالين الشعور بقى الادرينالين في الجسم هو ده هي حاجه خرافيه هي حاجه خرافيه بجد يعني هي يعني تستاهل لا بجد والله تستاهل تستاهل دي بقى هي اللي حببتك في الرياضه وان انت يعني شبه تتخصصي بالظبط كده بالظبط كنت اول ما بدات لقيت الناس كلها بتكتب في الكوره زمايلي بيكتبوا في الكوره بدات ابص ادور على حاجه مختلفه اشتغل فيها يعني يعني كان موجود ناس اوريدي بتشتغل كان في الاهرام ابدو ففي ناس اوريدي بتشتغل في الكوره فانا بدور على افكار مختلفه اقولها حتى في الاجتماع فبدات ادور في الملفات دي فشويه بشويه لقيت لا ده في يعني يمكن اول حاجه كنت من الحاجات البدايات بتاعتي كان تقرير عن المصارعه عن كرم جابر مصارعنا الاولمبي وعن محمد عبد الفتاح بوجي كان وقتها لسه جايبين ميداليات في بطوله عالم ومتاهلين للاولمبياد 99 كمان قبل 2000 قبل الاولمبياد بدات فبالظبط فبدات جات لي بقى فكره ان انا ابدا اتخصص في الملف الاولمبي و و و وبدات يعني حتى ده حاجه انا اللي عملتها في الابدو ان احنا نقدم الالعاب كل رياضه متاهله للاولمبياد وتاهلت ازاي وفرصها ايه ونقدم اللعيبه فكنت بشتغل كل اسبوع باخد رياضه اخش فيها جامد قوي بالمناسبه ده من الملفات المهمه اللي عايزين نتكلم معاكي في تفاصيلها فكره اللعيبه يعني اللاعبين واللاعبات اللي تاهلوا بالفعل حتى هذه اللحظه احنا تقريبا كل اسبوع العدد في حد جديد. ما شاء الله بيزيد احنا وصلنا لايه بقى دلوقتي 72 لاعب ولاعيبه 72 في كام رياضه خلينا لو تحب اقول لك كده انا عملت زي احصائيه وعايزين نقارن بالسنه اللي هي سوري البطوله هو لسه بدري ما نقدرش نقارن لا حتى هذه اللحظه يعني من المتاهلين الوضع برضو مختلف لان التاهل دلوقتي بقى مختلف عن الدوره اللي فاتت طب اشرحيها لنا يعني اتفضلي احنا عندنا طبعا اللي تاهلوا حتى الان كره القدم كره الطايره سباحه توقيعيه خماسي سباحه لاعب واحد الرماية طبعا هي اكتر لعبة مؤهلة ب 11 لاعب تنس الطاولة الملاكمة المصارعة تجديف قوس وسهم كانوي تايكوندو واخر مقعدين كانوا في الشراع ده كانوا من يومين بالظبط السباحة واحد بس واحد بس حتى هذه اللحظة وفي سباحة توقيعية مروان هو بس اللي قدر يحقق الرقم التأهيلي لكن اكيد طبعا الرقم هيزيد يعني
الفارق بقى ما بين الفترة اللي احنا فيها بالأولمبياد اللي فاتت ايه؟ اعتقد الاولمبياد اللي فاتت كان في وقت زي ده عدد المتاهلين ممكن يكون كان اكبر شويه. بس يعني تغيير النظام كل سنه، خلي بالنا النظام التاهيل الاولمبي بيصعب كل سنه، يعني كل دوره قصدي. قبل كده زمان مثلا كان التاهيل على طول من بطولات افريقيا مباشر في معظم الالعاب، خلاص انت رحت جبت بطوله افريقيا اتاهلت. دلوقتي استحدثوا بطولات دلوقتي تانية. بقى في تصنيف دولي، وفي انت لازم تكسب افريقيا بس لازم تبقى جوه التصنيف الدولي. انت يعني بقت بتصعب، يعني كل شويه بتصعب على لما بيلاقوا مثلا ان القاره بتاعتك قاره ضعيفه فهم بيصعبوا الدنيا شويه، مش عشان حاجه بعد كده انت في كوتا في الاخر لقاره افريقيا. لكن هم بيقللوا الاعداد، هي الاعداد بتزيد برضو، بس يعني حاجه تقنين شويه. ليه الميداليات الاولمبيه عزيزه كده يعني بالنسبه لنا؟ يعني دي مش كما مش كتير. الميداليه الاولمبيه هي اصعب حاجه، يعني فكره، يعني احنا دايما لما بنيجي نعمل هرم البطولات فهي البطولات الدورات الاولمبيه هي اعلى حاجه، بيجي وراها بطولات العالم، كاسات عالم وهكذا. فهي دي الغاليه، هي دي الحاجه الغاليه. الصراع على الميداليه الاولمبيه بقى داخل فيه شويه ان الدوله هي اللي بتخش جامد فيه، يعني الدوله بتقيس قيمتها بعدد الميداليات اللي هي جابتها، وده هنشوفه. قيمتها على المستوى الرياضي يعني؟ ما هي الرياضه بقى، هي كل حاجه بقت داخله في كل حاجه. يعني الرياضه داخله في السياسه، هو يقول لك انا بسيطر في الرياضه، فده برضو نوع من السيطره السياسيه، يعني كله داخل في بعض. تقدم الدوله بالظبط، ده دليل على تقدم الدوله في الاخر، الرياضه هي دليل على ان الدوله دي متقدمه ولا لا. اوكي، هي دي نقطة كويسة جدا، بس للأسف الشديد احنا يعني سؤال كريم حلو، بس سؤال كريم إجابته حزينة شوية. ده حقيقي. يعني احنا ليه فعلا الموضوع عزيز قوي كده أو صعب إن احنا نبقى بنشارك أو يعني نصيبنا أكبر من الميداليات ومصر يبقى ليها نصيب كبير، رغم البوتنشال اللي عندك والكوادر الجميلة والمحترمة اللي قوية بجد اللي بتنافس دول يا كريم كبرى بمبالغ تانية خالص وصرف تاني خالص. بالزبط. يعني ومنتاليتي تانية خالص، رغم كده انت بتنافسه، ما بالك انت لو غيرت المنتاليتي بقى وابتدى يبقى فيه جزء وفلوس بتتصرف. ناخد بالنا ان العلم دخل جامد قوي دلوقتي في الرياضه، يعني هو زمان كانت بتدرع شويه، لكن دلوقتي لا، في علم وفي في اللاعب ده وراه كادر كبير جدا جدا بيشتغل وراه، وطبيب نفسي وطبيب تأهيلي يعني في تفاصيل كتير جدا احنا موجودة عندنا بس على استحياء شوية، لسه مش موجودة عندنا بنفس الكم زي موجود في الدول الثانية. يعني حتى لعيبة كتير بتقول يا جماعة شوفوا احنا اللعيبة عندنا المنتخب كله بيتصرف عليه كام، شوفوا بره اللعيب الواحد بيتصرف عليه كام. صحيح، والكلام ده في كل الرياضات الحقيقة. بالظبط. يعني طب هما بيجيبوا الدخل منين؟ ما تيجوا يعني نفهم فعلا، يعني هل هناك الفكر مختلف كالسبونسرز بيبقوا عندهم اقبال اكبر، ولا الاتحادات بيبقى المبالغ فيها المخصصات اكبر؟ كله. ولا اللاعب بيبقى برضو بيشارك مثلا بجزء، يعني مش لا لا اللاعب ما بيشاركش في حاجه. اللاعب شغلته ان هو يتدرب وياخد فلوس بس، لكن ما بيعملش اي حاجه. يعني مختلفه، احنا عندنا العكس، اللاعب بيشارك والاهالي بيصرفوا على اللعيبه. احنا عندنا الاهالي يا عيني يعني من ولاعيبتهم صغيرين في العاب زي مثلا الخماسي والسلاح، عشان خاطر يطلعوا لعيبتهم للمستوى الدولي ده هم بيصرفوا كتير قوي تحت. يعني لعبه زي الفروسيه مثلا، لا ده يعني الفروسيه دي بادجت تاني، ده خيل بكام. فاحنا عندنا لا، الاهالي الحقيقه متحملين، يعني 90% من الابطال اللي عندنا كبار قوي تلاقي اهاليهم دعموهم جامد قوي في الاول. الفتره الاخيره كان في اكتر من مبادره رئاسيه وحملات ومبادرات قوميه لاكتشاف ابطال اولمبيين مستقبليين، تمام، واعداد نجوم رياضه مستقبليين. هل الحاجات دي ابتدت تؤتي ثمارها؟ ابتدت يبقى لها اي انعكاسات والله حتى اللحظه فيما يتعلق بنوعيه اللعيبه اللي تم تصعيدهم او اللي تاهلوا بالفعل للمشاركه في الدوره الاوروبيه؟ شويه، لكن لا ما نقدرش نقول مشاركه يعني في الدوره، مش هتسمع في الدوره دي، هتسمع في اللي بعدها. صعب. أوكي. لكن عندنا لعيبه مثلا في مشاريع قوميه اللي عاملاها كمان الوزاره في العاب زي المصارعه ورفع الاثقال، في لعيبه جابوا ميداليات في بطولات العالم ناشئين وشباب من المشاريع.
المشاريع دي، مشروع البطل الاولمبي، البطل الاولمبي، او يعني في كذا مشروع معمول الحقيقه. لكن الاولمبياد دي لا، الحقيقه ما فيش حد فيهم لسه، يعني لسه بدري، يعني الحاجات دي تاخد وقت. الكويس ان احنا ركزنا على الالعاب اللي احنا عندنا فرص فيها. احنا يعني دي حاجه دايما عندنا فيها مشكله، ان احنا ميزانيه كانت زمان بتتوزع على عدد كبير جدا، يعني احنا عندنا رياضات كتير قوي، العاب كتير قوي، فبيتوزع عليهم كلهم الميزانيه. لكن لما بنركز على العاب معينه الوضع هيبقى افضل، النتائج هتبقى احسن. جميل. طيب دوره الالعاب الافريقيه بقى 2027 تحديدا لو هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر، وهتقام في مصر، فبطوله كبيره، مشاركتنا شكلها هيبقى عامل ازاي؟ اكبر الدول ممكن نقول او المنتخبات المنافسه مين من وجهه نظرك برضو؟ الدورة الأفريقية دلوقتي بقت مختلفة شوية، بقى فيها منافسة قوية، مش ما بقتش سهلة زي زمان. الجزائر طبعا هي كانت من الدول اللي كانت مستضيفة قبل كده الدورة، وكانت بتنافسنا جامد، وفي دول تانية كتير على حسب كمان اللعبات. لكن لما نيجي نقول الدورة هتقام في مصر، فإن شاء الله طبعا هي مصر اللي تتصدرها بإذن الله. مصر فازت بيها كم مرة قبل كده؟ مش معايا الارقام دلوقتي، لكن ليها سبق، لكن مصر هي المتصدره دايما كانت الدوره الالعاب الافريقيه، الا لو مصر ما شاركتش، او مصر كانت مشاركه مثلا ببعثه قليله. لكن الدوره اللي فاتت مصر هي اللي جايباها، واخدها متصدراها، وتقريبا معظم الدورات مصر هي اللي متصدراها. جميل. طب خلينا بقى نقف شويه عند كره اليد، وتحديدا رجال اليد في النادي الاهلي، والفتره الاخيره كان في شغل نار، وكان في ماتش نار بين الاهلي والزمالك طبعا في كاس السوبر المصري، ونديه لغايه اخر ثانيه، لغايه لما النادي الاهلي الحمد لله حقق الفوز في هذه يعني في هذا المحفل القوي الحقيقه. شفتي الماتش ده ازاي؟ وشفتي مشوار النادي الاهلي عموما في البطوله دي ازاي؟ وخصوصا ان ده اللقب الثاني على التوالي بعد دوري ابطال افريقيا لكره اليد اللي برضه حققه النادي الاهلي. كمان الاهلي حقق ثلاثيه تاريخيه برضه، ان هو كاس ودوري وسوبر، يعني ما شاء الله الحقيقه النادي الاهلي محقق الفتره دي انجازات كويسه قوي في كره اليد. بس نخلي بالنا ان احنا المباريات يعني ما بتتكسب، مش بيكسب بسهوله، احنا فرق بوينت بنتعادل. ماتش فريق الزمالك ده كان ماشيين راس براس طول الماتش. بالظبط، انا بتكلم على فريق الزمالك. فريق الزمالك مش فريق صغير في كره اليد، ده ليه تاريخ كبير طبعا. لكن الحقيقه الاهلي دلوقتي في صحوه وفي انتعاشه حلو قوي في كره اليد. المدير الفني الاجنبي عامل شغل كويس قوي وفارق جدا مع الفريق. الفريق واصل، يعني لو قارنا بين الاهلي والزمالك هنقول ان 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 الاهلي فريق متكامل ما بين الشباب والخبره والحرفنه، في عناصر. حراسه المرمى ليها دور وعامل كبير جدا جدا الحقيقه في فوز الاهلي. الزمالك حاليا يمكن في لعيبه كتير بطلت، فهو معتمد اكتر على الشباب، فالحته دي هي يمكن اللي فرقت الاهلي عن الزمالك. طب بالنسبه لبقى السله لو هنتكلم برضو، السله برضو ما شاء الله عليه، يعني العاب الصالات عموما، العاب الصالات الحقيقه من الموسم اللي فات ومكمل يا كريم كمان. من الموسم اللي فات فعلا. السله طبعا لسه كاسبين دوري المرتبط من يومين، والحقيقه هم حسموا دوري المرتبط قبلها بحبه، وخلصوا الماتشات الصعبه. لا، وقصدي كمان خلصوا الماتشات الصعبه من بدري، يعني هو النهائي كان مع سموحه. سموحه ما هو يعني اعتقد تقريبا سموحه اول مره يوصل النهائي، مش مثلا لا اتحاد ولا يعني مش فريق تقيل برضه. فهو هم خلصوا الماتشات الصعبه بدري، فكانوا مستريحين الى حد كبير في ان هم يحسموا الدوري المرتبط. وبرضه الحقيقه لازم نقول ان يعني صحيح احنا عندنا كفاءات مدربين مصريين كتير على كفاءه عاليه جدا، لكن انا بحس ان فريق زي الاهلي دايما بيفرق معاه المدرب الاجنبي، خصوصا في العاب الصالات. يعني لو قارنا دلوقتي بمن كام سنه فاتوا هنلاقي لا، المدرب الاجنبي عامل فرق. يمكن بيبقى في جو مختلف شويه، المدرسه نفسها مختلفه، أكيد. فبيعمل هارموني بين اللعيبه، بيعرف يعمل التوليفه الصح بتاعته.
ففي السله واليد الحقيقه الاثنين بصمه المدرب الاجنبي واضحه. ليه في السله بالتحديد في السله ومن قديم الازل دايما المنافسات بتبقى محصوره ما بين طبعا اهلي وزمالك وجزيره واتحاد السكندري؟ بالظبط. اشمعنى ليه الرباعي ده ما بيتغيرش؟ ليه ما بيتضافش عليه اسماء جديده؟ احنا شفنا السنه دي اهو سموحه اول مره يدخل الحقيقه في المربع معاهم. اوكي. ودي حاجه كويسه يعني. اكيد. هي الفرق دي هي الفرق المميزه يعني. يعني اتحاد السكندري طبعا ده له باع كبير جدا في كره السله. وتاريخ كبير يعني. نتمنى كمان ان هو يبقى احسن من كده في الفتره اللي جايه، لان كل ما عدد الفرق زاد كل ما ده هيفيد هيعود بالفايده في الاخر على المنتخب. في وقت من الاوقات كان على الاقل نص قوام المنتخب من الاتحاد السكندري. ده حقيقي. طب. ده حقيقي يعني. احنا طلعنا في كره السله بالظبط جيل التاريخي. جيل تاريخي فعلا يعني. انا عايزه اروح معاكي بقى استاذه دعاء لنقطه مهمه قوي. المديرين الفنيين، لانك ذكرتي دلوقتي في معظم العاب الصالات الفرق بيكون واضح مع مدير فني اجنبي او خبره اجنبيه، وده يمكن مش حال بس هقول نادي اهلي، هو حال موجود في مصر عامه سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات في الرياضات. صحيح. كلها انا لسه ما عنديش الثقه الكامله في فكره ان انا انقي مدير فني محلي وهو في نفس الوقت يكون عنده من الخبرات اللي يقدر يفيد بيها سواء النادي او المنتخب. ليه لحد هذه اللحظه بتشوفي ده موجود رغم ان في دول كتيره جدا كنا سابقينها حققت ده على المستوى بتاع الانديه والمنتخب؟ لا انا يعني انا مش حابه كلمه ان احنا ما عندناش ثقه في المديرين الفنيين المصريين. إيه؟ احنا بالعكس عندنا مديرين فنيين مصريين على كفاءه عاليه وعندهم قدرات عاليه جدا، لكن احنا عايزين نطلع لمستوى اعلى شويه. فعشان نقدر نطلع لمستوى الاعلى شويه دوت محتاجين فكر مختلف عن الفكر اللي جوه مصر. فيمكن كمان في جزء منه ان المدير الفني المصري دايما بيبقى فيه قلق في حته ايه، مجاملة لاعب على حساب لاعب، الحاجات دي. التشكيك ده هو ده اللي بتكلم فيه. ما دي امور لازم تكون مش موجوده يعني. وحتى احنا كجماهير لسه ما عندناش الثقه دي اصلا. احنا لسه مش مصدقين ان ممكن يجي مدير فني يبقى فعلا شخص محترف بيتعامل بطريقه محترفه، عنده من الخبرات اللي يقدر ينقلها يطور بيها ينجح بيها يحقق فوز بيها. دي لسه مش موجوده. على فكره ده ينطبق برضو على التحكيم، بس ده ملف تاني. بس ده موجود يعني، ستيل موجود للاسف. للاسف. يمكن هي يمكن المشكله تدخلات مجالس الادارات في الاختيارات احيانا بتقل شويه مع المدير الفني الاجنبي، خصوصا لو جايبين مدير فني اجنبي مش حد صغير، حد خايف على اسمه. حتى الانتقادات اللي بتوجه للمدير الفني الاجنبي لو تلاحظوا على كل الرياضات بتبقى اقل بكتير. يعني يغلط بس محدش ينتقده زي بالظبط. ففي هنا يعني ازدواجيه، والازدواجيه دي وحشه جدا يعني، مش منطقيه. هي عقده الخواجه لسه هي لسه ما لسه عايشه ما بيننا لسه، الا لو يعني جه بقى حد تقيل قوي بس يعني مالي مكانه. طبعا. زي كره القدم كابتن حسن شحاته وكابتن محمد الجوهري، شخصيتين قويه جدا عارفين بيعملوا ايه. صحيح. فرضوا نفسهم على الناس، الناس حبتهم وحققوا انجازات معاهم. صحيح. يعني ده على سبيل المثال كده يعني. الفترة. صحيح. اللي فاتت كذا مرة انا وانا هواد بنتكلم هنا في 10 الصبح في الاهلي عن تفصيلة الرياضي الملهم، تمام؟ اللي هو مش مجرد نجم في رياضته ولكنه كمان عدى المرحلة دي ووصل لمرحلة انه ملهم. التفاصيل دي كلها بتنطبق على كرم جابر بنسبة 1000000%. صحيح. الحقيقة. فشايفة فكرة رجوعه مرة تانية وفكرة انه ابتدى مشوار جديد بيحاول من خلاله ان هو يتأهل للدورة الأولمبية، وللأسف هو خسر في الماتش الأخراني في ربع النهائي في بطولة فنلندا على حد علمي. خسر. الخطوة دي ممكن تأثر على مشواره؟ لا خالص خالص. حضرتك أصلا وأنت بتقول الرياضي الملهم أنا شفت كرم جابر في خيالي يعني قبل ما تقول اسمه يعني. ده حقيقي فعلا، كرم جابر رياضي ملهم فعلا. الحاجات اللي هو بيعملها لو بصينا لتاريخ كرم جابر، انا اعرفه الحقيقه من بداية من يعني من بداياته ومن بداياتي يعني، احنا كمان في علاقه صداقه بينا. جميل. فكان بيجي في اوقات الناس كلها بتقول كرم مستحيل يعمل حاجه، ده ما بيتدربش، ده مش عارف ايه، والاتحاد عامل مشاكل معاه ومش عايزين يلعبوه، ونلاقي كرم في 6 7 شهور ركز في تمرينه وراح جاب ميداليه اولمبيه تاريخيه. عملها مرة وعملها المرة التانية برضو، يقدر يعملها المرة التالتة. موضوع صعب مش سهل.
ايه اللي مصعبها المره دي عن المرتين اللي فاتت؟ الصحه بقى. السن مثلا. السن. الصحه السن طبعا. هو كام سنه دلوقتي؟ هو 44 سنه. 45 كمان. 45 بس مش باين عليه بقى. لا هي دي الصوره قديمه شويه. يعني دي 38 في الصوره دي مثلا. بس هو الحقيقه يعني بيعوض السن. هي السن هيبقى ايه مشكلته؟ نفسه في الملعب، يعني هي دي المشكله الكبيره اللي هتواجهه، نفسه في الملعب. لكن هو بيقدر يعوض ده بخبرته، عنده خبره وسنين طويله جدا جدا. توقفه عن اللعب الفتره الكذا سنه اللي فاتوا دول، هو طبعا ما بعدش عن الملعب خالص، هو بيتدرب لكن مش بيلعب مصارعه ومش بيلعب ماتشات كبيره. فبعده خلاه ايه، يبعد عن السنس، في سنس كده المصارعه بنقول عليه. هو اصلا بعد ليه؟ كان بيمثل شويه يعني كان بيشوف الله حاجات، دخل في مجالات ثانيه. ايوه هو كان ايه ده مثل فين؟ لا ده مثل، كان عمل مسلسلين في رمضان اللي فات واللي قبله. اوكي. يعني الرياضه، ولا هو عشان بطل رياضه مثل يعني؟ اكيد التمثيل ما خدوش. لا لا لا، هو بس يعني جاله فرصه كويسه فقال يجرب. ليه لا؟ بس غريبا ان حد يكون واصل للدرجه دي من النجاح والتالق في رياضه مش كتير بيبقوا فيها نجوم بالشكل ده ويتشغل عنها بحاجات تانية. الا لو حصل له دروب زي مثلا براده. هو كان وقتها لو عنده اصابه اظن. لا لو نفتكر حصل له اصابه. هو وقتها يعني الحاله دي كان منطقي. ما هو وقتها توقف يعني. كرم لما بعد عن المصارعه خالص كان بسبب ايقاف، كان قبل اولمبياد ريو. بس ايقاف كان مده يعني، مش ايقاف. كان ايقاف تقريبا سنتين او اكتر يمكن. كان قبل اولمبياد ريو المفروض يروح يبقى موجود في مكان عشان خاطر يتعمل له تحليل منشطات، فراحت اللجنه بتاعت مكافحه المنشطات الدوليه. حصل كذا مره هو اتحرك وهي بتتحرك وراه، فكذا مره ما عرفوش يوصلوا له، فللاسف تم ايقافه. خساره كبيره الحقيقه. يعني لو كان السنين اللي فاتت دي كان ماشي فيها على نفس التراك اللي كان ماشي فيه قبل كده، يبقى احنا بنتكلم في حد تاني خالص بقى، يعني صحيح. وضع مختلف تماما. صحيح صحيح صحيح. بس كرم من 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 شخصيته وطباعه يعني انه ما يقدرش يدي في الرياضه سنين طويله قوي. يعني هو كل مره كان يجي يركز قوي في الرياضه قبل الاولمبياد. السنه مثلا قبل الاولمبياد ودي كافيه 8 شهور وتحديدا المره دي بامكانياته سنين. بامكانياته كافيه. المره دي طبعا الوضع اصعب. طبعا الوضع اصعب اكيد. هو زي ما بنقول هو جسمه رياضي وبيلعب رياضه، لكن مش بيلعب مصارعه مباريات قويه. بيتعرض لاصابات كتير، وهي دي يمكن المشكله الكبيره اللي ممكن تقابله، الاصابات الكتير. خصوصا في السن، لما السن بيكبر الاصابه بتبقى اصعب شويه والاستشفاء بيبقى اصعب. تأهله للأولمبياد سهل على فكرة، يعني هو فعلا يعني في فرصة كبيرة. طبعا. لا هو يقدر يتأهل للأولمبياد يعني. هي مش يعني احنا يعني انا عندي ثقة تماما ان هو يقدر. من الصعب ان هو يفوز في الأولمبياد، لكن بالظبط ان هو يحقق نتيجة في الأولمبياد. بس والله تأهله ده كافي بالمناسبة. قصة هي لسه هنقول زي ما حضرتك قلت، وارد يفاجئنا بحصوله على ميدالية كمان. وارد طبعا. هو ملهم ازاي؟ ما هو عشان كده وارد طبعا. صحيح. الإلهام مش بس ان هو يعني هو مجرد ان هو تأهله للأولمبياد ويروح يلعب الأولمبياد، ده إلهام على فكرة. طبعا. واحد في السن ده انه يقدر يعمل ده، دي مش حاجه سهله. مليون في المية. يعني احنا بنشكرك على وجودك معانا. نورتينا. نورتينا استاذه دعاء، والله بجد نسعد بيكي دايما، واكيد لينا لقاءات ثانيه علشان خلاص يعني كلها شهور قليله جدا تفصلنا عن اولمبياد ان شاء الله باريس 2024. هتروح هتسافري بالمناسبه ولا لا؟ اعتقد ده جزء من شغلك. مش عارفه لسه والله. لو اكيد هيبقى على تكلفتك الخاصه يعني. بالظبط كده. مفيش حد يبقى سبونسر للاعلاميين كلهم. ايوه نطلع بعثه. بعثه كده والله. اشكرك جدا. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك.